Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلب الطلبات صف الثالث الاعدادي اهلا بكم مره ثانيه في منهج الترم الثاني واللي بيبدا بيونت 7 واللي عنوانها Our World. Our World يعني عالمنا. تعالى يلا نشوف الكي فوكابلري بتاعه الدرس الاولاني والثاني واللي من خلالها ان شاء الله بنقدر نفهم الحاجات اللي موجودة في الدرسين دول وكمان نقدر نفهم الجرامر ونقدر نحل عليه إن شاء الله. أول كلمة طبعا كلمة coastal. coastal بمعنى ساحلي. grassland. grassland أرض عشبية. polar. polar قطبي. wetland. wetland معنى أرض رطبة. rain. rain تمطر أو مطر. areas. areas rainforest. rainforest غابة استوائية. research. research desert. desert frog ضفدع frog lake بحيرة lake earth earth دي الأرض orangutan orangutan turtle turtle polar bear caracal and it can be pronounced as caracal habitat موطن طبيعي ocean تعال نشوف يلا السافكسز دي قلنا السافكسز يعني مجموعة الحروف اللي بتيجي في آخر الكلمة وتدينا مشتق ومشتقاتها ال ing هنزودها على interest فتبقى interesting هنزودها على excite فتبقى exciting ال ern هزودها على west هتبقى western وهنزودها على east هتبقى eastern ال al هنزودها على coast فهتبقى coastal بمعنى ساحلي هنزودها على nation فتبقى national بمعنى قومي وهنزودها على nature فهتبقى natural يعني طبيعي تعال نشوف يلا الكلمة وكمان السينونيم بتاعها وكمان الانتونيم المرادف وكمان المضاد بتاعها أول كلمة modern يعني حديث بتدينا معنى new والعكس بتاعها old or non-modern difficult معنى صعب means hard صعب easy سهل beautiful جميل means handsome جميلة وسيم attractive جذاب عكسها ugly build تساوي كلمة create make and the opposite is destroy large means big and giant and the opposite is little and small صغير small Interesting means exciting and the opposite is boring far بمعنى بعيد بتساوي remote بمعنى بعيد and near العكس بتاعها يعني قريب تعال نشوف اهم الديفينيشنز اللي هو مدهالي مديني كلمة grassland اللي هي الارض العشبية a large natural area of land which is mostly grass طبعا قال لي ديت عبارة عن منطقة كبيرة طبيعية وفي الغالب بيكون عشب او اعشاب عندنا كلمة rainforest وديت الغابة الاستوائية these habitats have a lot of trees بقول ان المواطن الطبيعية دي فيها اشجار كتير they are usually very hot بتبقى حر and have a lot of rain وفيها مطر كتير عندنا wetland الارض الرطبة اللي an area of land that is often flooded by water يعني دايما بتبقى مغمورة بالمياه عشان كده سميناها wetland ارض رطبة polar طبعا بمعنى قطبي واكيد قطبي يبقى خاصة بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي فقال describing things to do with the north or south poles قال لي اكيد حاجات لها علاقة ب طبعا do with يعني له علاقة ب north and south pole يعني القطب الشمالي والجنوبي عندنا coastal قلنا coastal بمعنى ساحلي ودي describing or belonging to land that is next to the sea اكيد خاصة بالارض اللي جنب البحر caracal قال الكاركل قال لي وايلد كات دي قطة برية with long legs عندها أرجل طويلة and big ears وأذن كبيرة that lives in Africa and Asia أكيد عايشة في أفريقيا وآسيا Oasis ودي واحة an area in the desert where you can find water أكيد منطقة موجودة في الصحراء بس بتلاقي فيها أكيد مياه وخضرة عندنا كلمة surrounded by ودي محاط به يعني everywhere around you Everywhere around you يعني كل مكان حواليك fill بمعنى يملأ make something full so there's no space for any more of something طبعا انك بتملأ حاجة ومتخليش اي مجال لأي حاجة تاني تدخل المكان ده فبقول انا بملأ shape معنى شكل
قالي the form made by the outside of something. قالي ده الشكل اللي بيتعمل بالجزء الخارجي من شيء. For example على سبيل المثال a square, circle or triangle etc. طبعا إلى آخره. Orangutan قلنا orangutan حبايبي اللي هو إنسان الغابة. إنسان الغابة ده a large animal with long red hair. طبعا حيوان كبير قلنا طبعا هو شكل القرد كده أو شكل الشمبانزي. ليه شعر أحمر and long arms والأذرع طويلة which lives in the trees of Indonesia طبعا عايشة في الأشجار بتاعة أندونيسيا. habitat قلنا habitat يا حبايبي مش أي موطن هو موطن طبيعي اللي the natural home of an animal or a plant طبعا الموطن الطبيعي سواء لحيوان أو نبات. polar bear polar bear polar bear ده اللي هو بالقطبي a large white bear which lives on the ice of the Arctic طبعا اكيد ده دب كبير جدا لونه ابيض وعايش على التلج بتاع القطب الشمالي. wonder wonder اللي بمعنى يتعجب او كمان بمعنى يتساءل يتساءل يعني معناه يتعجب او يتساءل. اللي something that makes you feel it's beautiful or amazing or amazing. تعال نشوف حبايبي الاكسترا فوكابولري طبعا الكلمات الاضافيه دي عندنا كلمه national بمعنى قومي ووطني cover يغطي natural natural بمعنى طبيعي wonders عجائب wonders عجائب list list قائمه visitors زوار visitors continue continue يستمر contain contain يعني يحتوي على fact file fact file بمعنى ملف حقائق environment environment بمعنى بيئة litter litter بمعنى قمامة bin bin بمعنى سلة مهملات destroy destroy بمعنى يهدم destroy أو يدمر local people local people طبعا السكان المحليين volunteers volunteers المتطوعين shooting star shooting star بمعنى شهاب appearance appearance بمعنى المظهر الخارجي unusually unusually بمعنى على غير العادة meteorite خلي بالك من النطق نطق النيزك meteorite meteorite natural natural triangle triangle pollute pollute بمعنى يلوث beautiful beautiful different different تعال نكمل كلماتنا shapes shapes بمعنى اشكال bright بمعنى لامع bright بمعنى لامع palm tree palm tree طبعا اللي هنا silent حبايبي palm tree يعني نخلة factory factory بمعنى مصنع wildlife wildlife بمعنى حياة برية location location بمعنى موقع describe describe بمعنى يصف date date بمعنى بلحة protect أو تاريخ طبعا تاريخ اليوم protect protect بمعنى يحمي mountain mountain بمعنى جبل field field حقل magazine magazine مجلة wind wind بمعنى رياح believe believe بمعنى أعتقد أو يؤمن paint paint بمعنى يلون basket basket بمعنى سلة oasis 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 هنا حبايبي في oasis الاس هنا بتنطق اس لكن oasis oasis يبقى الاس هنا في الجمع بتنطق z sound not s sound بدي oasis and oasis fence fence news agents news agents furniture furniture interesting interesting western western road road calls calls تعال نشوف ال prepositions and expressions بتاعتنا at the top of يعني على قمة surrounded by محاط به طبعا مهم جدا طبعا مهم يا حبايبي قوي ان انا احفظ ال prepositions دي واخلي بالي منها كويس cut down يقطع a piece of look like sleep standing up easy to reach be known as half of half of on the side of at the bottom of schooled schooled filled with at different times three-hour drive, in the middle of, take its name from, cut out of the rock, covered by, مغطبي, change at, يعني تتغير في, change at. تعال نشوف يلا تصرفات الأفعال بتاعتنا ودي طبعا كلها regular verbs يعني أفعال شاذة. lay يعني طبع بيض
laid laid وكمان تعد أو تجهز laid laid طبعا معناها كمان تعد أو تجهز find يجد found found build built built build built built sell sold sold sell sold sold grow grew grown grow grew grown make into made into made into fall into fill into fill into think thought thought think thought thought وكده يبقى احنا انتهينا من نطق كلمات الدرس الاولاني والتاني مهم جدا يا حبايبي ان احنا نحفظ الكلمات دي وتابعنا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه واللي هنشرح فيها جرامر الوحده السبعه لسن 1 and 2 والخاص بالبريزنت سيمبل المضارع البسيط ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج ما تنساش لايك شير سبسكرايب عشان يوصلك كل الحلقات الخاصه بمنهج الترم الثاني ان شاء الله السلام عليكم